فلوس وخسائر حاجات كتيره جدا. طيب النهارده كابتن حسن، كابتن سيد، كابتن ابراهيم، كان في ماتش اكتر من رائع، ماتش الهلال السعودي مع انتر ميامي بقياده ميسي. نشوف كده اللقطات دي اللي معانا، لقطات مهمه جدا وكانت حاجه تاريخيه، واكتر من 100 دوله نقلت هذه المباراه الهامه جدا، وكان طبعا في مقدمه الحضور معالي مستشار تركي الشيخ، طبعا رئيس الهيئه العامه للترفيه، اللي كان موجود النهارده والقى كلمه جميله جدا. ممكن نسمع كلمه كده عشان نعلق عليها بعد اذنك مع الكباتن. بس الاستاد الجديد أليانز كينج دام في المملكة العربية السعودية في الرياض. يلا. أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وسمو سيدي قائدنا الملهم الداعم اللي حقق لنا هذه الأحلام، سيدي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء. اللي أطلبه منكم الآن بعد الاستئذان من سمو الأمير عشان بداية المباراة، اللي أطلبه منكم الآن، أكثر من 100 دولة قاعدة تشوف الحدث العالمي هذا، خل نسمعهم صوتنا في النشيد الوطني السعودي. شكرا لكم. يعني مباراة النهاردة رائعة بقيادة ميسي، لكن الهلال يفوز على انتر ميامي. طبعا مش ميسي بس يا كابتن سيد، كابتن حسن، كابتن ابراهيم اللي كان موجود، ده كان ديفيد ألابا تقريبا الباك ليفت، وبوسكيتش وسواريز، كل دول بيلعبوا مع ميسي، يعني تحس ان فرقة برشلونة نصها بس كلهم العواجيز بقى راحوا مع ميسي في انتر ميامي. وادي سلام خاص وحار من ميسي لمعالي المستشار تركي الشيخ، طبعا حدث مبهر وحدث جميل جدا جدا. كابتن ابراهيم تعليقك. انا اتفرجت على الشوط الثاني بصراحه، اداء ما حصلش من الهلال، عملوا جيم كانوا كسبانين 3-1 الشوط الاولاني، بعد كده تعادل 3-3، بعد كده الهلال جاب الجون الرابع، بس في سيطره وفي قوه وفي سرعه. انا بصراحه معجب كان باداء الهلال النهارده ويستاهلوا، وكمان يعني بيقول ان في كره عربيه في لها شكل وليها قوه. اتفضل يعني. كابتن سيد، انا شفت الشوط الاول طبعا واضح ان هم كمان رايحين في حته ثانيه الصراحه. لا الملعب يعني ايه ده، الابهار ده والجمال ده، كل حاجه، التصوير والروعه دي. الشوط الاولاني كمان ده في ضربه جزاء ما اتحسبتش كمان، يعني الحكمه دي مش عارف منين الصراحه، بس كان في ضربه جزاء، ضربه جزاء يعني بعد النتيجه كانت 1-0 وكان في ضربه جزاء ما فيهاش شك خالص يعني. الهلال ناقص 14 لعيب يا كابتن حسن، عشان يعني 14 لعيب ناقصين من الهلال، منهم 12 في المنتخب واثنين مصابين، وبيفوز باداء وقوه وروعه وجمال. يعني دول ناشئين؟ لا محترفين، ميكس ما بين اللعيبه اللي ما اتخدتش في المنتخب وما بين المحترفين. فما يكون عند ده انت يبقى كده عندك فرقتين، لان اللعيبه ال 12 كلهم دوليين، لعيبه دوليين. لكن الاستاد روعه كابتن حسن، والتنظيم يعني. هقول لك ايه؟ هقول لك ايه؟ ما اقدرش اقول لك حاجه. حاجه أقول لك جميله. إيه؟ طبعا حاجه جميله، ما اقدرش اقول لك حاجه طبعا يعني. الامكانيات كل... كمان الامكانيات البنيه التحتيه، ميسي كمان هيحطها ابن لذينه يعني. تحس هيحطها على شمال الجول فين؟ السوك. انت عارف الماتش رايح ازاي؟ وكان في حكمه طبعا. طبعا حكمه طبعًا. بس هي ظلمت الهلال الصراحه. هو الهلال كسب طبعا شوية. بس في واحد يعني، وهي 1-0 كان له ضربه جزاء. بالظبط. طيب
نروح ل الاول. طيب ناخد الاهداف بسرعه. حسني ادي ده الهدف ده وصل 3-3 ده خلاص وصل 3-3 ناقص دقيقتين. طيب انا في بس ناخد نكمل الاهداف. الهدف الفوز للهلال النهارده حاجه رائعه وارتقاء رائع وعملها بند في الارض يعني مش هتصدها. لو كان على طول موجهه بالراس اللي في المرمى كان ممكن حارس يصدها. النصر كمان عنده ماتش تقيل يوم الخميس القادم ان شاء الله. طيب كان في تعليق رائع طبعا للجنرال مدحت شلبي وكان في حضر طبعا هذه الاحتفاليه ايضا كابتن حسام حسن كان متواجد هناك وحاجه جميله جدا 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 ويوم رائع ويوم جميل واحتفائيه يعني اكتر من روعه. شايفين الاجواء والحضور حاجه جميله جدا يا كابتن. اكيد طبعا حاجه جميله وحاجه روعه ومفخره. الرياض ما شاء الله مفخره باستاداتها وافكارها والفكر اللي دايما بينفذه بيفكر وينفذ في ثواني مستشار تركي الشيخ حاجه رائعه جدا جدا وكان هو المتقدم الحضور النهارده. وان شاء الله يوم الخميس بقى في الكلاسيكو هيرجع تاني ما بين ميسي وما بين رونالدو هنستمتع كلنا بهذه المباراه. طيب عندي لقطه قبل ما اروح ل 8 جيجا. خالد طلعت